اثبت بقى ما تغلبنيش هربط لك دين بس. وانت ايه؟ انا مش بني ولا رمز. سيبه. انت يالا يا رمزي يعني وانت صغير كنت بني ادم زينا كده يالا؟ مش فاكر يا دولا، لانه كنت وانا صغير كنت ساعتها صغير فمش فاكر حاجه. يا سلام، وانت صغير كنت صغير يعني مثلا ما كانش فيه بوادر ظهور مثلا حوافر فروه ديل؟ كان في ديل يا دولا على فكره. كان في ديل وانا صغير؟ كان في ديل بس ديل زغنطت زي بتاع المعزه كده، مش ديل كبير اللي هو بتاع الجاموسه لا. وبعدين الحمد لله بقى خالته ام لبيبه شالتهولي بقى وانا صغير، والحمد لله ما طلعش لغايه دلوقتي. كده بقى شكوكي في محله. شكوكي ايه يا دولا؟ اسمه شكوكو. وبعدين ما كانش عنده محل يا دولا. يلا تهبل يلا، مش فاهم حاجه يا عم. مش اهلا 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 اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا معلمين البازارات كلها. اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. ولا رمز ولا رمز بسرعه روح على الكراسي يلا. لا انا بحب اقف يا دول. اه مش هتقعد يعني؟ اهلا وسهلا. تشربوا ايه؟ احنا جايين نشرب. امال ايه؟ جايين تاكلوا ولا ايه؟ لا احنا جايين لك في كلمتين وبس. ده تعمل لي فيها فؤاد المهندس الله يرحمه. عموما تقول كلمتين، تقول ثلاثة، تقول عشرة، ان شاء الله تقول الكلام كله براحتك. لا يا دولا ايه يعني؟ هو لما يقول الكلام كله احنا بقى هنقول ايه؟ ما يسيب لنا كلمتين نمشي بيهم كده اهو. ولا انت متأكد ان ام لبيبة شالت الديل كله؟ بص يا عادل، احنا قررنا نعمل رابطة بازارات. اه رابطة بازارات، وجايين لي طبعا اكيد يعني عشان عايزين تنتخبوا رئيس الرابطة صح؟ مفيش غير المعلم تيتي هو اللي مرشح نفسه وبس. المعلم تيتي؟ معلم تيتي ايه؟ معلم تيتي ده ساقط ابتدائية، انما انا بقى ساقط دبلوم. خلاص رشح نفسك للمنصب وما يبقاش في المنصب غيرك انت وهو وبس. عموما تيتي ده لو دخل قدامي في المنصب هنسحه. دول اسيبهولي انا بقى وانا همسحهولك وانا بمسح البازار امبارح الصبح. عموما الانتخابات معقوله، واللي هيقدم فيكوا افضل خدمات لاصحاب البازارات يبقى هو اولى بالمنصب. وفي مرتب ثابت لرئيس الرابطه. 1000 جنيه مصري فقط لا غير لرئيس الرابطه. طب وانا بقى رئيس سكرتير الرابطه ملوش اي حاجه؟ 1000 جنيه فقط مصري لا غير لرئيس الرابطه وبس. عموما انا مش هممني موضوع الفلوس خالص، لان احنا رجال اقوال وليس رجال افعال. ايوه، وبعدين احنا ما بنفكرش غير في نفسنا وبس. على خير الله، يبقى ميعادنا بعد بكره على القهوه عشان الانتخابات. ماشي. عارف اتحضر ايه تفت؟ ايه دولة؟ قول. دولة 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 حلاوته مش معقوله. دولة 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 حلاوته مش معقوله. يا جماعة يا جماعة، الموقف حرج جدا وصعب جدا. أنا دلوقتي حاسس والله أعلم إن أنا مستهدف، فلازم تقفوا جنبي يا أخوانا. فهمناك يا بيبي، يعني أنت بتدور على الاستقرار الداخلي. بالظبط بالظبط يا رانيا، أنت فهمتيني فعلا. الاستقرار الداخلي يعني مثلا التاريخ بيعيد نفسه، يعني عندكم الزميل غاندي. إيه سر نجاحه تفتكروا؟ عارفين إيه سر نجاحه؟ إيه دول؟ حب الناس ليه. انا عايز اقول لك يا بيبي ان احنا قلبا وقالبا معاك، وبنتمنى لك معركه انتخابيه موفقه. عادل جود 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 فيري جود لك. عادل دعيالك يا حبيبي، من قلبي دعيالك. وان شاء الله الانتخابات اللي انت داخل فيها يا سي عادل دي واخد رمز ايه؟ انا ما رمز، مش رمزي رمز. شيء خالص يا حمار، انا واخد رمز المقاشة ان شاء الله، لان بالرمز ده اقدر اي استطيع ان انا انزل واكنس كل المتسابقين اللي قدامه. وتيتي بس اكنسه اكنسه. حط مقاشة على مقاشة دول حبيبي دخل العشة. حط مقاشة على مقاشة دول حبيبنا دخل العشة. السلام عليكم. فليكن معلوما للجميع انني لا ارغب في المناصب، ما بيهمنيش المناصب، لكن نمن طالما انتوا شايفين كده ماشي ولا غلط؟ غلط. ايه ده يا عم اللي جاي بيتنك علينا ده؟ يعني ايه اللي مش همه المناصب؟ ولا بيتنك على المناصب ومش ليه يعني؟ من فضلك من فضلك
ليه بتقطعني في خطبتي؟ انت مش هتاخد الكلمة بعدي؟ ماشي هاخد الكلمة بعدك، بس هاخد ان شاء الله المنصب ده قبلك. ان شاء الله يا دول، اسيبه بقى يقول الكلمتين اللي عنده عشان ما يوقعوش منه ونقعد ندور بقى عليه. قول 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 قول. يا جماعة يا جماعة، كل واحد يقف في طابوره ويتكلم ويقول الكلمتين اللي عنده وبس وبس. انه في الحقيقة انا ما عنديش خطة، لكن بعون الله هنفذ لكم كل اللي انتوا عايزينه. يعني انت مفيش في دماغك حاجة خالص؟ حاليا مفيش. يعني هتقول ايه دلوقتي؟ اذ ربما انه في هذا الموضوع مفيش. الكلام اللي احنا سمعناه ده وبس بس مفيش. حس بقى ان هو مفيش. استاذ عادل ممكن تقول لنا خطتك وانجازاتك؟ اتفضل. فسح فسح. سلام عليكم. وعليكم السلام. دولا دولا دولا، تيتي خدوا صابونة، جابوا الهرم جنب بيتنا، عادل دولا رئيس ربطتنا. شكرا شكرا للهتاف الجماعي، شكرا. ناني أيها الإخوة، التقيت بكم دلوقتي حالا لكي أقول لكم حاجة واحدة. إن هذا، أيوة شيلهم دول، إن هذا اليوم يوم مهم جدا لكل أصحاب البازارات، ولو أنا منافس بالنسبة لهذا التيتي فإنني بكل تواضع أقول لكم من هذا المنصب إنه ليس قدي، لأنني سوف أنتصر عليه. وشكرا ولسه قاعدين مع بعض. بقول لك يا استاذ زول، عدم مؤاخذة يعني، انت شغلت لي القهوة وعملت لي مؤتمر صحفي، والناس ديت ولا واحد فيهم ضرب أي مشروب يا أستاذ. لا لا بدو، أنت كده سايح لي ولا إيه؟ اتكل على الله، روح هات واحد شاي قسمه على ست كوبات، يلا. واحد شاي على ست كوبات؟ طلب أي حاجة تانية حاسبه عليها، ها؟ عناية. يلا يلا. أبو الكرم أبو الكرم، عادل أفندي قلب الهرم. شكرا للهتاف الجماعي، عضو يا رمزي، عضو عضو. أيها الأخوة والأخوات، سيداتي ساداتي أنيستي، أيها الإخوة والأخوات. أستاذ عادل، ممكن تقول لنا حتة من إنجازاتك وحتة من مشروعاتك؟ أستوقفك أستوقفك يا برداوي. لا مش أوقفك، لا أستوقفك. يعني إنها ليست إنجازاتي بل إنجازاتنا، إنها ليست مصروفاتي بل مصروفاتنا، إنها ليست، ها؟ وهكذا أيها الإخوة، إنني لا أفعل عمل فردي ولكن عمل جماعي. أنت إيه اللي موقفك هنا على المنصة؟ أنا آسف. إيه اللي موقفك على المنصة؟ ولهذا أيها الإخوة، نحن كأصحاب بازارات نعاني نعاني من أشياء كتيرة جدا. يعني مثلا بالنسبة لأصحاب محلات الكشري، أتتذكرون ماذا حصل العام الماضي في فبراير سنة 1999؟ مش يعني من فترة. أتتذكرون الحدث المؤسف الذي حدث لأحد السواح لما عندما كان ماشي في الشارع وبعدين راح هو الزحلق في كيس بلاستيك ده هو، وكان هذا حادث مؤسف بسبب ايه؟ بسبب كيس كشري مرمي على الارض لونه شفاف فلم يراه. فاكر يا لا؟ اتذكر اتذكر دول، ده انا اللي حادف الكيس ده ساعتها. ولهذا ايها الاخوه، مش عايزين الكشري في كيس دول يا فندي، في الاوتوبيس. شكرا للهتاف الجماعي، شكرا. عضو يا رمز، عضو. تعمل ايه في الموضوع ده؟ والله بصوا، انا يعني لازم اجتمع مع اصحاب بتوع اللي هم محلات الكشري واطلب منهم ان تكون الاكياس ملونة حتى لا يتزحلق عليها اي سائح، ولذلك لا نضرب السياحة في مصر. يا سلام يا سلام على الكلام اللي كله دقة وحكمة. دولا دولا، هب وبان، عب الكشري في كيس ألوان. شكرا شكرا شكرا. ثانيا وثانيا أهم من أولا، محلات عصير القصبة التي تجاور بطبيعة الحال محلات الكشري كنوع من أنواع الحلو بعد الشطة والحراق الذي يبقى في البق، فإن هذه المحلات تتس
تسبب إلينا بمشاكل كتيرة جدا، منها مثلا إن بتضر علينا بعضا من الناموس والهاموش وبعضا من الحشرات الطائرة والحشرات الزاحفة مثل الصرصار وهكذا. فإن هذه النوعية المختلفة من الحشرات مضرة لنا، مضرة لنا. ودي هتعملها أكياس ألوان برضو؟ لا أكياس ألوان إيه، أنا عايز بس أستعين ببيت من أبيات الشعر لصديقي الشاعر بيقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن أخلاقهم ذهبوا، ولذلك فإن على أصحاب محلات عصير القصب لابد أنهم يرشوا مبيدات حشرية للقضاء على هذه الحشرات، وده مطلب من المطالب الذي أطلبه لكم بنيابة عنكم. رص القصب وارمي القشر يا دولة، عمره ما يوعد فش. الحنوش ده عرفنا كلنا. أنا كنت فاكر إنه هو عرفني أنا وبس وبس. دلوقتي يا جماعة في بقى نقطة مهمة جدا، ثالثا ودي أهم من ثانيا ومن أولا. ثالثا يا جماعة عايزين نوحد أسعار التماثيل، ما ينفعش يبقى التمثال عند حضرتك مثلا 8-10 جنيه ويبقى عند حضرتك 8-15 جنيه، لأن هذا قد يسبب مشاكل بيننا وبين بعضين. الله، أحلى كلام. كلام مظبوط. ورزقي ورزقك على الله وبس وبس. اطفي 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 النور، عادل دولة مش مغرور. اطفي 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 النور، عادل دولة مش مغرور. اطفي